وحدثتنا عن الحب وعن أقوام تحبهم ويحبونك. عندما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ أحب الناس، قال عائشة، قالوا من الرجال يا رسول الله، قال أبوها. ما هو هذا الأمر يا رسول الله؟ أفشوا السلام بينكم. وللمحبة علامات ودلالات، لأن كل لغات الدنيا ولغات العالم تدرك الحب وتتذوق الحب. ليس الشأن أن تكون محبا، إنما الشأن أن تكون محبوبا.